بتكتب مذكراتك؟ ما تنساش تكتب الشرطة بين سبايدر ومان. جهز الهليكوبتر، أنا مش هتأخر. أنا فعلاً منتهش إنك عملتها، بس غباءك هينتهي دلوقتي. أنت عارف إني لسه شايفك صح؟ مستحمل وقحتك 8 سنين. علي أنا؟ ما كنتش تتعب نفسك. هستنى فرصة مناسبة. بتتعمر تاني. بتعمل إيه؟ ايه المشكلة يا ويلي؟ انت متعصب. انا هدمرك. هتأخرك. اداني فرصة. ده اكتر من طاقتك يا ابني. المدينة دي. أنا كنت هقول لك نفس الكلام. عارفين هتعملوا إيه؟ حفروه. كسروا عظمه. يا أغبياء، أنتوا متدربين على القتل، اقتلوه. مش عايز أي آثار. لا، أنا هشوف الموضوع بنفسي. أغبية، هي فين التعزيزات؟ نبوس بعض دلوقتي؟ يمكن بعدين. أخيراً هتروح سجن رايكر، ها؟ عارف انت هيكون لك اعداء اكتر مني هناك. كنت فاكر اني هبذل اي جهد علشان اخلص منك. اوب، لازم امشي. هي حظ سعيد يا ويلي، حاسس انك هتحتاجه. غبي،
أنا اللي حافظت على النظام في البلد دي. شهر واحد، شهر واحد بس وهتتمنى أن نرجع من تاني. كينج بن رايح السجن، نهاية عصر. أنا لازم أحتفل ويمكن أخد لي أجازة.